شهادة الايزو 9001 من جهة معتمدة، إجراءات التدقيق الداخلي أو إجراء التدقيق الداخلي مرتين أو ثلاث سنويا داخل المنشأة والخارجي مرة واحدة. أما في المرحلة الثانية فيستحسن حقيقة أن تركز المنظمة أن ترتقي بالمستوى حتى تحصل على التميز، فأيضا تقوم في المرحلة الثانية بالتجهيز للحصول على جواز التميز سواء كانت الوطنية أو العالمية، وتقوم بتكوين فريق جودة في المنظمة مسؤول عن ذلك، تطوير منهجية العمل ليكون عمل مؤسسي متميز بناء على المعايير التميز التي هي متقدمة عليها سواء كانت محليا أو عالميا، تدريب المقيمين معتمدين داخلين للجوائز التميز لمساعدة المنظمة وأيضا لتجهيزها وكتابة تقريرها للجهة التي يشاركون بها، التقدم لجوائز التميز المحلية والعالمية للحصول عليها بإذن الله تعالى. خطوات أيها الإخوة لتحقيق الجودة في المنظمة، أنتم عارفين يعني كيفية تحقيق الجودة الشاملة في المنظمة، وأهم ميزات تنظيم الجودة الشاملة حقيقة، ولعل الصورة هنا تعبر عن بيئة العمل. أولا الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه، وهذا ما جاء عليه هذا الملتقى، وهو توطين الصناعة والتركيز على الموارد المحلية، فيجب أن نركز كثيرا على استغلال الأمثل الموارد الوطنية، وبلدنا بحمد الله بلد يزخر بالمواد الخام والمواد الأولية، يعني يطل على بحرين لتحلية المياه والصناعات التي تستخدم التبريد في التصنيع، وأيضا أما من ناحية المعادن فحدث ولا حرج بحمد الله تعالى، نحن وطن غني في هذا الجانب. أيضا من أهم ميزات تنظيم الجودة حقيقة تحسين الإنتاج كما ونوعا، خفض التكاليف بشكل عام، ملائمة العرض أو ملائمة الطلب للعرض ورفع وتيرة التسويق، الإقلال من الخصومات والعقوبات التجارية على المنشآت، تحسين بيئة العمل، وهذا نقطة مهمة جدا، توفير بيئة ملائمة للإبداع والإنتاج حتى ينتجون أبنائنا ويستطيعون أن يستخدموا يوطنوا الصناعة، يجب أن نهيئ لهم البيئة المناسبة، زيادة الأمان في العمل، زيادة فرص التصدير بالنسبة للسلع التي تصدر. حقيقة أن نظام إدارة الجودة أحد الأنظمة المطبقة في المنظمة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة إدارية الإدارية والمالية والبيئة وغيرها، وسعي للتطبيق الأمثل للأنظمة إدارة الجودة لا بد من اتخاذ الخطوات التالية: أولا تحديد سياسة الجودة وأهدافها في المنظمة، ثم تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة، أيضا تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فعالية العمليات، فحص النتائج للوقوف على مدى تحسين الفعالية العمليات، تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل، التحسين المستمر، ضروري التركيز على موضوع التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفعالية والمردودية، ولا بد أن نبني ثقافة المؤسسة لكي نحقق التميز في منظماتنا، ولكي نوطن الصناعة، ولكي نشجع على الإبداع والابتكار، لا بد أن تعمل المؤسسة، لا بد أن تركز على ثقافة التميز داخل المؤسسة، وهناك لها قيمتين أساسية: قيمة للإدارة وقيمة للعاملين. قيم الإدارة حقيقة كما ترون هو أولا الإيمان بالتحسين المستمر للجودة وإنها وسيلة للتميز، والتميز أيها الإخوة لا بد أن يبدأ من القيادة، قناعة تامة من القيادة العليا، ثم دعم له في داخل المنظمة ودعم للقائمين عليه وتخويلهم. إذن الإيمان بالتحسين المستمر للجودة وأنها وسيلة للتميز، اعتبار الجودة عاملا استراتيجيا لأعمال الإدارة لتحقيق النجاح، خصوصا حينما يكون لديك منافسة، فالمنافسة في الحقيقة لا تتحقق إلا من خلال التميز. حينما المملكة موقعة على منظمة التجارة الدولية على WHO، فبالتالي إذا كنت تريد المنتج عندك حتى منتج في تحلية المياه وغيره تريد له البقاء، فلا بد أن تنافس بالجودة، لأنه لا تستطيع أن تحتكر سوقك على منتجاتك. إعطاء الجودة الاهتمام الأكبر في التنظيم ودعم القائمين عليها، توزيع المسؤولية عن الجودة بين أقسام المنظمة والعاملين بها، الاهتمام بإسعاد العاملين ليس إرضاءهم فقط، بل يجب أن نصل إلى إسعاد العاملين، فمن خلال إرضائك للعميل الداخلي يحقق لك النجاح وبالتالي إرضاء المستفيد الخارجي. أما العاملون بالمنظمة فلا بد، إذا كانت المنظمة متميزة لا بد أن يكون لديهم قيم لدى العاملين، منها كل موظف يشعر بالمسؤولية ويشعر أنه مسؤول عن ما ينتجه عن الجودة دكتور محمد وما يعمله.
لو تكرمت تحاول يعني كونكلوجن دقيقتين. ضرورة تنفيذ الأعمال دون أخطاء أهداف الموظف أن تكون مشاركة العاملين. إحنا إن شاء الله لسنا ببعيد. وسائل التحسين المقترحة: التدقيق الداخلي للفحص بأخذ العينات والضبط الإحصائي، وأيضا تكاليف الجودة معروفة، التكاليف هي تكاليف عدم تطبيق الجودة، تأهيل المستمر، أساليب حل المشاكل المقترحة. وسائل التحسين المقترحة لها وسائل عديدة معروفة لديكم، منها السينات الخمس وقياس مستوى عن طريق المقارنات وغيره. حقيقة نحن في هذا الوطن الغالي نسعى لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين 2020، أن تكون المملكة العربية السعودية متميزة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للتميز والإتقان. بل أستطيع أن أضيف على ذلك ورجالها أمثالكم، أيضا لدينا حقيقة موضوع استراتيجية الجودة، الاستراتيجية الوطنية للجودة، وهو مشروع قائم الآن وتعمل عليه جميع المنظمات، ومن ضمنها هذه المنظمة التي تقيم هذا الملتقى، يجب أن تكون داعما لهذا توطين الصناعة بالمملكة. حقيقة الجودة أيها الأخوة، هذا خلاصة ما سنقول، الجودة أحد السبل لتوطين التقنية والصناعة وإطالة عمر الأجهزة والتوربينات المستخدمة في تحلية المياه. ولا شك أن شركة تحلية المياه لها جهودا جبارة في تدريب منسوبيها، ومنها العقد الذي وقع عام 2011 مع شركة مرافق للتدريب. ضرورة تشجيع الإبداع ومكافأة المبدعين، كما تعمل الشركة التوأم مع شركة المياه وهي الشركة السعودية للكهرباء في ملتقيات الجودة، وهي تكرم المبدعين في كل عام. ولعلنا نتذكر دائما أن الجودة مسؤولية الجميع، وبالتالي نحرص عليها أيها الإخوة. وفي الختام أشكركم على حسن الإنصات، وأستقبل أي آراء أو تعليقات أو تصويبات، ولكم شكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا للسعادة الدكتور محمد المطيري. وإن قام القطاع الخاص والشركات الأجنبية بدورها في التوطين، فلن تكتمل الحلقة إلا بقيام الجهات الحكومية بدورها الهام والمحدد في التوطين. عن هذا يحدثنا المهندس عبد الله بن تيم المنتشري، مدير قسم التمكين الصناعي في التجمعات الصناعية، بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. لديه 10 سنوات من الخبرات المتراكمة، حيث عمل بشركة سابق في إدارات متعددة، في إدارة التقنية وتسويق الأعمال وإدارة البحث والتطوير. أدعوه مشكورا لتقديم ورقته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على تقديم الرائع دكتور البتال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على التقديم الرائع دكتور بتال، والشكر موصول حقيقة للمؤسسة العامة لتحلية المياه على هذا المنتدى الرائع والصحي لتبادل الخبرات في عدة المجالات. الحقيقة نرى من جهات الدور الحكومي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، ولي عهد الأمير محمد بن نايف، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص الدولة على تنويع مصادر الدخل، ومن أهمها توطين الصناعات في المملكة العربية السعودية. الحقيقة العرض باللغة الإنجليزية، ولكن بحاول يعني خليه عربي وإنجليزي. ورقة العمل بخصوص اللوكال كونتنت إيكو سيستم ودور الحكومة and government role. لو بدأنا في البداية بعدة أسئلة تتيز our mind عشان نسوي عملية عصف ذهني ونعرف ما هي what's the local content، ما هو تعريف المحتوى المحلي. الحقيقة هناك اختلاط كبير في عدة جهات عن ما هو تعريف المحتوى المحلي وكيفية قياسه، وما هي الإجراءات والبروسيجر المتبعة والمفروض اتباعها لتحقيق هذا المحتوى المحلي.
ما هو الاكستنت اوف لوكال كونتنت في الديفرنت سيكتورز في القطاعات المختلفه الصناعيه في قطاع البترول في القطاعات الخدميه؟ هل زياده المحتوى المحلي ايجابي للتطوير؟ وما هي الاجراءات what are the policies and procedures that must be followed to achieve the local content? What are the costs and benefits for such policies? وما هي الخبرات المطلوب تواجدها لتحقيق هذا المحتوى المحلي؟ لو نظرنا إلى local content ecosystem, it consists of three major pillars: strategy, management and operation. الاستراتيجية هي تضع charter and law والليجل mandate for industrial objectives. لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة لتحقيق المحتوى المحلي. وكذلك الإدارة، لابد أن تكون هناك بايلوز، قوانين واضحة وجهات مشاركة ومتحملة المسؤولية لتحقيق المحتوى المحلي. وكذلك من ناحية الأوبريشن لابد أن يكون هناك processes, organization وسيستم، والأهم من ذلك كله أن يكون هناك سيستم for monitoring and feedback للمراجعة وتصويب المراحل المختلفة. لو نظرنا إلى local content ecosystem في السعودية نرى أن هناك استراتيجية من وزارة المالية وكذلك دول الخليج بوضع قانون 10% في local content في المشتريات المحلية، بمعنى إذا كان سعر المنتج المحلي مساوي أو أكبر ب10% من المنتج الأجنبي وهو مطابق للمواصفات والمقاييس، فبالتالي على المنشأة أن تشتري هذا المنتج المحلي. لو نرى two layers or two pillars من ناحية management operation، للأسف نرى أن هناك توجه من الحكومة الرشيدة لتحقيق المحتوى المحلي، ولكن ما هناك خلنا نقول إدارة وتفعيل لهذه الاستراتيجية، وكذلك لا يوجد سيستم ولا even no monitor and feedback. If we take two different dimensions اللي هي البوليسي ميكرز والمشرعين والشركات المحلية والحكومية، طبيعي جدا أن نرى هناك conflict أو تعارض. البوليسي ميكرز always want the economy to be internationally healthy and competitive وجاذب for the foreign direct investment للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الناتج المحلي وكذلك تطوير الكوادر السعودية. لو نرى على the other hand على الجانب الآخر الشركات الأجنبية والخاصة كأي شركة، يعني أنا عملت في سابق عدة سنوات، نرى أن الشركة عندهم خلنا نقول operation أو عملية تشغيلية معينة، إذا لم تتوفر القطعة المعينة في الوقت المطلوب بالمواصفات المطلوبة يعني حيكون هناك shut down للمصنع. طبيعي أن يكون هناك تعارض، لأنه من جهة أنت تريد أن يكون هناك تطوير وتنويع في مصادر الدخل وتصنيع محلي، وفي الجهة الأخرى نرى أن هناك الشركات يعني خلنا نقول punctual، يعني يودون أن يكون هناك استمرارية لعملية التشغيل وجذب خلنا نقول القطع أو spare parts on time no matter what either from local ولا from foreign. وجميع الوجهات صحيحة. As we mentioned in the first slide هناك عدة تعريف للوكال كونتنت، قد يكون ناشنال محلي أو سب ناشنال تو خلنا نقول على مستوى المناطق أو على مستوى المدن. تعريف المقترح للوكال كونتنت it's the input to activities directly involved in the operation along the value chain which is provided by nationals. لو نشوف what are the musts in the local content، لابد أن هناك عاملين أساسيين للتمكين من خلال سلسلة إمدادات فاعلة supply chain development، وخصوصا المشتريات، دور المشتريات مهم جدا لتفعيل local content، بمعنى قد يكون هناك procedure قد يكون هناك نظام واضح، ولكن في الأخير it depends on the procurement staff لأنهم هم اللي راح يقوم بعملية الشراء وهو اللي راح خلنا نقول يختار المصنع، قد يكون مصنع محلي أو مصنع دولي. وكذلك الدليفري هي عن طريق البروكيورمنت. لو نرى دورة المشتريات، إدارة المشتريات هي ذات أهمية سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام. هم اللي يطورون contracting strategies ويعملوا vendor pre-qualification وكذلك الإيفالويشن للتندر.
طبيعي احنا نرى شركات الحقيقة هذه خلينا نقول ووك اور تيك باي هاند اللوكال فيندرز، بمعنى عدة شركات انهم يختار منتج محلي ولا يكتفي بذلك بل يطور هذا المنتج المحلي ويعمل عملية بري كواليفيكيشن بحيث انه يختار هذا المنتج المحلي and they show them exactly، يورونهم ايش القطع اللي احنا نبغى نصنعها وايش المواصفات حقته، وكذلك يدربونهم على تصنيع القطعة هذه ويساعدونهم في الحصول على السيرتيفيكيشن الجودة المطلوبة في هذا القطاع، بحيث أنه عندما يحتاج البروكيورمنت المشتريات أنه يشترون هذه القطعة أنها تكون متوفرة next doors على ما قالوا. ونرى الحقيقة في المؤسسة العامة لتحليل المياه ذات أهمية قصوى، بحيث أنه لو كان هناك long lead items قطعة معينة لم تكن موجودة في المخزن وتطلب إحضارها من overseas من دولة معينة قد تأخذ أسابيع، وهذا يؤثر على عملية التشغيل والتحليل، هي صناعة أساسية كما نعلم. طبعا اللوكال تولز تو ميجر لقياس اللوكال كونتنت هي عباره عن قد تكون اللاند والرو ماتيريال، الارض او المواد الخام المحليه هي عمليه بنش مارك او اداه لقياس المحتوى المحلي، اليد العامله الوطنيه وكذلك الماني الكابيتال الذي يصب في الدوله. لو ناخذ تجارب دوليه في موضوع اللوكال كونتنت نرى ما شاء الله البرازيل يعني مشوا خطوات من 20 سنة، هم بدأوا في الموضوع من عام 2000 ومستمر ما زال مستمر إلى الآن، ومروا بعدة تجارب. طبعا لو نأخذ مثلا قطعة معينة نرى أن هذه القطعة يفككونها إلى عدة أجزاء ويحسبونها بطريقة عملية حسابية، بحيث تكون سعر القطعة المستوردة مقسوم على البرودكت سيل برايس. يعني لما يكون عندك قطع مستوردة كثير بالتالي لن يكون عندك أي محتوى محلي، لما يكون عندك أول منتج محلي جميعا متصنعة محليا بالتالي سوف تتحقق 100%. كذلك في طريقة أخرى لقياس المحتوى المحلي في قطاع الخدمي في الورك فورس، هناك أيضا تعريف لحساب المستوى المحلي وهو بأخذ الرواتب، مجموع الرواتب، رواتب اللوكل بمعنى صاحبين جنسية الوطن الأصلي مقسوم على مجموع الرواتب.